ودي اكتشف وش التصرفات اللي بتخنق زوجي مني، والله لو اني اعرفها راح ابطلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى لكم يوم مليء بالامل والايجابية وتسلق سلالم النجاح. موضوع اليوم شوية، المرأة دائما بتسأل أنا إيش دائما بأسوي بيخلي زوجي يتذمر مني ويتضايق من تصرفاتي. طيب إيش رأيك أنا لو أعطيكي إيش الشيء اللي أنت دائما بتعمليه وزوجك بينخنق منك؟ دائما ترسلي له رسائل، وينك؟ وش تسوي؟ إيش تاكل؟ أنت مع مين؟ متى ترجع؟ الرسائل الكثيرة اللي ما لها داعي مرة بتخنقه، وكمان تتدخلي كثير في عمله. انت ايش تسوي؟ ايش هذا؟ متى ترجع؟ هذا الشيء مضايقك؟ ايش رايك اذا ما طلب منك او بطريقه جميله طلب منك هذا الشيء لا تتدخلي. كمان غيرتك المستمره، تغاري حتى من اخواته، ترى الشيء هذا دائما او مره بكثير مره بيخنقه. او تحاولي دائما انك تبي تعملي كل شيء معاه، ايش رايك نطلع سوا؟ دائما هذا الشيء بيخنقه. وايش رايك الشيء اللي دائما تحسي انه هو يبغى يكون له مساحه، يبغى يكون زي ما يعطيكي مساحه خاصه فيكي، اعطيه مساحه خاصه فيه، مو دائما لازم تكون وتعملي كل شيء سوا. واكثر شغله بتخنق الرجال انه حتى هو جالس تكوني لاصقه فيه طول الوقت وانتي لاصقه فيه، ترى هذا الشيء مره يضايق الرجال. هذه أشياء مرة بسيطة أنا أعطيتك إياها، أو تصرفات أنتوا بتعملوها من غير ما أنتوا بتحسوا. إيش رأيك أنتي وهي أنه نبطل من هذه التصرفات حتى ما نخنق رجالنا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعمون قناتي باشتراك ولايك وتعليقاتكم تحت في الكومنت. أشوفكم على خير.